وصل إلى مملكة البحرين دولة الأستاذ نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين. وكان في مقدمة مستقبلي فخامته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.